الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في العهد اللي فاتت كنا بنتكلم عن الهنا اله النظام وليس اله تشويش، وشفنا انه وجود قوانين او طقوس او تدابير خاصة بالتطهير والتقديس مش معناها ان احنا نسلك بالحرف، ولكن لابد ان احنا نكتشف الفكر الروحي اللي فيها فتدينا طعم لذيذ وممتع للحياة السماوية من خلال هذه الطقوس. النهاردة هاخد اقدر اقول العصب بتاع السفر كله، وهو الاصحاح 16 من سفر اللاويين اللي هو يوم الكفارة العظيم. زي ما لما اتكلمنا في سفر الخروج شفنا ان الاصحاح 12 هو عصب السفر كله، لو شلنا هذا السفر يبقى لو شلنا هذا الاصحاح ما نقدرش نفهم السفر كله. ايضا الاصحاح السادس عشر من سفر اللاويين نقدر نقول ان هو بدونه مش ممكن نفهم السفر كله. مش قادر اعبر قد ايه كان اهتمام الشعب اليهودي بهذا اليوم اللي هو يوم الكفارة العظيم. يمكن لو جيتوا يوم الجمعة الكبيرة بالذات في القطر المصري ككل من اول اسكندرية لغاية اسوان، وشفنا الاعداد الرهيبة من الناس اللي بتحضر يوم الجمعة الكبيرة، بنلاقي الكنايس وال حتى الادوار يعني الحوش بتاع الكنيسة، واحيانا الشوارع بتبقى مليانة، ورغم انه طقس طويل يبتدي غالبا مثلا من 10 الصبح لستة بعد الظهر وبعدين يرجع تاني من 11 بالليل لغاية الصبح. واذكر في يوم من الايام في كنيستنا في منطقة كوينز نيويورك لما طلبت انها تأجر من كنيسة البريسبيتيريان لخدمة يوم الجمعة الكبيرة وسبت النور والعيد، الكاهن بقي مدهوش، قالوا في بني ادمين في العالم بيصلوا كل الساعات دي؟ المهم اذكر باختصار ان قال لابونا انطونيوس باي الله ينيح نفسه ومجموعة الخدام الحلوين اللي كانوا هناك في كوينز، قال لهم انا حديكم الكنيسة طبعا بيأجرها بس بشرط. قالوا له ايه؟ قال لهم انا عايز اشوف ازاي ممكن تقعدوا تصلوا من 10 الصبح لغاية 6 بعد الظهر وترجعوا 11 بالليل لغاية 6 الصبح وبعدين ترجعوا تاني يوم من الساعة 7 بعد الظهر لغاية 12 ونص ولا واحدة بالليل، ايه يعني في بني ادمين يصلوا كل ده في 3 ايام؟ قالوا له اتفضل. قال انا حاجة احضر، عندكم مانع؟ قالوا لا اتفضل. حضر الجمعة الكبيرة وكان جاي يقعد ربع ساعة نص ساعة، وجي بدري وحضر، وبعد ما خلصوا الصلاة قعد مع ابونا ومع اللجنة، قال لهم هقول لكم احساسي. انا بصراحة كنت بقول الناس دول ايه اللي جرى في عقلهم، ناس يصلوا طول اليوم دول بيعملوا ايه؟ ولكن لما حضرت الجمعة الكبيرة بتاعتكم رغم انكم بتصلوا بلغة انا ما بفهمهاش، الكلام ده كان سنة 1972 وبتصلوا بالعربي وبالقبطي بتاعكم، رغم ان انا ما فهمتوش ما كانش بيتصلى بالانجليزي في وقتها، لكن بديت اقول كده جوه قلبي دول عايشين فين؟ حسيت انكم عايشين في السماء، وفهمت ليه ولادكم بيحبوا المسيح وليه ولادكم ما بيستطولوش القداس بتاعكم. ولهم بصراحة أنا مبهور من الطقس الجميل بتاعكم طول الفترة دي. أحبائي إذا لما بتكلم كده عن الجمعة الكبيرة أقدر أقول ده امتداد لنفس الموضوع بالنسبة لإخواتنا اليهود لما في العهد القديم لما كانوا بيحتفلوا في يوم الكفارة العظيم.
اللي هو يقابل تماما يوم الجمعة الكبيرة بتاعتنا أو يوم جمعة الصلب بتاعت السيد المسيح. الطقس الموجود في الأصحاح 16 من سفر اللاويين لو أضفنا إليه أيضا التقليد اليهودي هنقف مبهورين قدام هذا اليوم قد ايه كان هذا الشعب يعشق هذا اليوم ويعتبروا ان ده يوم السنة كلها او يوم البركة او الدينامو اللي بيولد الفكر الروحي طول السنة ليس فقط في حياة الشعب ولكن حتى في حياة رئيس الكهنة والكهنة. يعني هقول لكم الطقس بعض لباحات خفيفة من الطقس بتاعه. قبل ما يبتدي هذا اليوم بأسبوع يقعدوا حوالي 500 كاهن مع رئيس الكهنة ويراجعوا معاه ايه اللي هيعمله. مش يقول انا رئيس الكهنة الاعظم وانا اقول لأقول يتنفذ، لا، ده يقعدوا معاه يشوفوا هل حافظ الطقس بالكامل ولا لا، لان اي لخبطة معناها في نظرهم غضب الله الشديد على شعبه وعلى الكهنة بتوعه. وليلة يوم 16 يقعدوا معاه الكهنة كلهم ويدردشوا معاه في الأمور اللي هيعملها تاني يوم بأسلوب لطيف. ليه؟ علشان ما يغفلش ولا دقيقة واحدة. ليه؟ لأنه لو غفل ولو دقيقة وحلم حلم شرير أو حلم غير لائق أو حصل احتلام لا يستطيع أن ينفذ هذا الطقس، وبالتالي لا يوجد أي كائن على الأرض ينفذ هذا الطقس، ويبقى اتلغى هذا الطقس تبقى سنة مش ممكن تبقى تتخيلوا الشؤم اللي يحل على الشعب بني إسرائيل. فكان يقعد طول السهرة سهران عشان يقدر ينفذ الطقس بالكامل. هذا اليوم يعتبروه يوم الكفارة، التكفير عن خطايا الشعب والكهنة ورئيس الكهنة عن العام كله. وما ننساش ان يعترف رئيس الكهنة عن خطاياه في هذا اليوم، وايضا خطايا الكهنة يعترف عنها، لان كل البشرية ساقطة تحت الضعف، وزي ما الشعب محتاج إلى يوم الكفارة رئيس الكهنة وأيضا الكاهن محتاج إلى هذه الكفارة. هو يوم اللقاء، لقاء الله مع كل المؤمنين من خلال الدم أو خلال الذبيحة، إشارة إلى المصالحة التي تتم بين الآب والبشرية زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: ونحن أعداء صلحنا مع الله بموت ابنه. الحقيقة نفسنا مرة تنزل نبذة عن اليوم ده لأنها تحتاج لكشف مفاهيم الروحية ولهذا اليوم الجميل. رئيس الكهنة في هذا اليوم هو الوحيد اللي يقوم بخدمة الصباح والمساء. يعني طبعا هنلاحظ بعد كده كمية الذبائح الكثيرة اللي بتقدم، ولكن ايضا خدمة الصباحية والمسائية لا يقوم بها الا رئيس الكهنة وحده، لانه لا يستطيع احد ان يصالحنا مع الاب الا رئيس الكهنة الاعظم السماوي رب المجد يسوع المسيح، هو اللي يحقق هذا العمل الكفاري. الحاجة الجميلة ايضا انه في الصباح يلبس الرئيس الكهنة ثياب المجد. طبعا ثياب المجد دي عايزة قاعدة كده لوحدها نشوف الصدرية المذهبة واللبس المذهب والتاج، يعني كلها فخفخة شديدة. وبعد ما خلص صلاة باقي الصباح لو الخدمة الصباحية يقلع كل اللبس ده ويلبس ثوب بسيط جدا من الكتان، بس لازم يكون من الكتان وثوب أبيض وفيه بساطة. الأمور دي ما بتحصلش اعتباطا، ربما
اخواتنا اليهود ما كانوش يفهموها كما ينبغي. الا طبعا الناس اللي قابلوا او عرفوا الصليب. الخدمة الصباحية تشير لكلمة الله في المجد الابدي والازلي. هو كلمة الله الواحد مع الآب الكلي المجد الذي يخضع له جميع الطغمات السمائية. لما تنتهي الخدمة الصباحية ويبتدي بقى تكملة يوم الكفارة، يخلع هذا اللبس ويلبس لبس من الكتان الأبيض البسيط. كلمة الله الذي هو في المجد مع الآب محب كل البشرية، الذي يشتهي خلاص الجميع. في ملء الزمان خلع هذا المجد من الخارج ولكن ليس من الداخل، لأنه لبس تأنس، صار إنسانا. يقول من عند الآب خرجت، الكلمة صار جسدا. ويؤكد معلمنا بولس الرسول عن الشفيع الوسيط الإنسان أو ابن الإنسان، الإنسان يسوع المسيح، لأنه صار إنسانا حقيقيا وليس خياليا زي ما كان الغنوصيين يعتقدوا، وبالأخص الأبيونيين. فحب يأكد أنه صار إنسانا حقيقيا، ولكن فيما هو قد صار إنسانا وخلع المجد، لأنه نزل، لو نزل بالمجد ما كانش ممكن نتقابل معاه، لبس الثوب الكتاني البسيط الأبيض. والكتان يشير إلى الطهارة والنقاوة، فهو الحمل الذي بلا لون بلا دنس بلا عيب. صار إنسانا وشاركنا، أو زي ما بيقول معلمنا يوحنا الحبيب، حل بيننا، حل بيننا، صار كواحد منا. ولكن في لحظات مثلا العماد والتجلي، ورأينا مجده كمجد ابن وحيد لأبيه. من وقت لوقت كده يجي في التجلي أو في العماد يعلن، يعني نقدر نقول يكشف عن بصيص من المجد أو البهاء بتاعه على قدر ما نحتمل أن نرى. أحبائي، مسيحنا لبس الثوب بتاعنا، ولكن شابهنا في كل شيء ولكن بدون خطية. بيعجبني التعبير اللي قاله ذهبي الفم عن المسيح النازل إلى البشرية. بيقول إن كلمة الله العريس السماوي يريد أن يتحد بالعروس، ولكنها صارت امرأة زانية. ولو إنه نزل بمجده إلى الأرض لما احتملت الأرض بهاء مجده، ولما استطاعت البشرية أن تلتقي به، ولارتعبت كل البشرية وهربت من أمام وجهه، لأنه لا تستطيع الظلمة أن تتحد بالنور، ولا يمكن للإنسان في خطاياه أن يتحد بالله القدوس أو كلمة الله القدوس. فلبس طبيعتنا أو لبس ناسوتنا، وصار الإله المتأنس كلمة الله اللي لاهوته لا ينفصل عن ناسوته، ودون أيضا تغيير أو ودون امتزاج بين اللاهوت والناسوت. يحمل الطبيعة، طبيعة الكلمة المتجسد. حل بيننا فقبلناه، لأنه غطى المجد بتاعه بالناسوت بتاعنا، فأصبحنا ممكن نتقابل معاه. وأخذنا في حضنه وجعلنا أعضاء في جسده، وحملنا لكي إلى مجده أو إلى سمواته، لكي نعيش بلا نعيش معه كشركاء في المجد الأبدي. الحاجة أيضا المهمة في هذا اليوم، كان يجيبوا التشت لمؤاخذة من الذهب وإبريق من الذهب،
وده مخصص لهذا اليوم، يستحم رئيس الكهنة في اليوم الواحد في هذا اليوم 5 مرات، ويغسل أيضا يديه ورجليه 10 مرات في الإناء الذهبي أو الطشت الذهبي وبالبريق الذهبي. وكأن رئيس الكهنة يقول أنا أول واحد محتاج للغسل، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول الخطاه الذين أولهم أنا. فمش لأني رئيس كهنة ولأني هدخل قدس الأقداس في هذا اليوم أن أنا بلا خطيه، ده أنا محتاج أكتر من كل الموجودين أن أغتسل 5 مرات وأن أغسل يدي ورجلي 10 مرات في اليوم الواحد. ورقم 10 يشير إلى الكل، دايما رقم 10 يشير للجميع، ورقم 5 يشير للحواس. فمن جهتي كإنسان أحتاج إلى غسل حواسي الداخلية، عايز حد يقدر يدخل جوايا ويغسلني بمية نازلة من إبريق سماوي ذهبي، والذهب يشير للسماء، عايز غسل سماوي عشان أتقدس وأخذ سمة شبه سماوية. فرقم 5 يحتاج إلى تقديس حواسنا لكي نصير مثل الـ5 عذار الحكيمات، ندخل مع العريس إلى المجد. ورقم 10 يشير إلى الكمال، يعني كمال أو كمال عدد البشرية، يعني شهوة قلبي كل البشرية تغتسل معايا في هذه المياه الصادرة كما لو كان من السماء. كان طقس هذا اليوم أن رئيس الكهنة هي دي المرة الوحيدة اللي يدخل فيها إلى قدس الأقداس. قدس الأقداس ده فيه تابوت العهد وفيه الكاروبين والجناحين بتوعهم يلمسوا بعض بجناح، والآخر يلمس الطرف بتاع قدس الأقداس. وده مكان، وكان يقال في الطقس أنه يربطوا رئيس الكهنة بسلسلة في وسطه، سلسلة معدنية، عشان لو جرى له حاجة جوه الهيكل جوه قدس الأقداس لو تمثل السماء، ممنوع أي كاهن يدخل يجيبه. طب هيعملوا فيه إيه؟ يسحبوه بالسلسلة دي. فرئيس الكهنة يدخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس، إشارة إلى الصليب الذي تحقق مرة واحدة، ذبيحة واحدة عن العالم كله عبر الأجيال كلها ولا تتكرر. كان فيه طقس اسمه إيه؟ اسمه ذبح التيس. يجيب 90، والتسين دول ايه؟ يذبح واحد ويطلق الاخر في البرية. وده اشارة الى ذبح المسيح وقيامته. يذبح ده الواحد تيس، والتاني يطلق في البرية ويبقى ايه؟ ويبقى ده اشارة لقيامة المسيح. هذا الطقس الذبح وإطلاق التيس ليه طقس مخصوص. يجي رئيس الكهنة ويقف يجيبوا 90 يكونوا زي بعض تماما، ويمسكهم كاهن على اليمين وكاهن على الشمال، ويعملوا قرعة، والقرعة دي واحدة بيتكتب عليها ليهوة، والتانية مكتوب عليها لعزازيل، وتقدم الذبيحة ويطلق التيس الثاني. مش عايز ادخل في التفاصيل، هسيبها دي تقدر تراها. لكن ايضا يوضع خيط احمر من الصوف حول رأس التيس الذي ليهوة او للرب على قرنيه، ده خيط احمر من الصوف. والتاني يجيبوا خيط قرمزي لونه احمر برضو قرمزي يتحط على بتاع عزازيل. هتكلم ايه فكرة عزازيل والتفاسير بتاعتها؟
كلمة عزازيل البعض بيقول انها طعم الشيطان، وكأن ذبيحة المسيح تدخل الى ايه؟ تدخل الى عقر دار الشيطان. عارف زي ما واحد يدخل كده للأسد جوه الجب بتاعه ويهجم على الأسد جوه الجب بتاعه. فعايز يقول إلهنا أقوى من الشيطان، فبيتتحدى ذبيحة المسيح كل ذبائح الوثنية وكل قوات الشيطان وأعماله الشريرة. في رأي تاني بيقول إنها تعني الإقصاء العام أو العزل التام أو انتزاع الخطية تماما، يعني بطرد التيس في البرية يشير لإيه؟ يشير إلى طرد الخطية من وسط شعب الله. وفي البعض بيقول إن التيسين يشيران إلى اللصين، واحد كان عن يمين السيد المسيح والآخر عن يساره. العلامة أوريجانوس يقول إن التيسين يشير إلى أن الكنيسة فيها أبرار وفيها أشرار. هختم بس بحاجة معروفة في الطقس بتاعهم، كان يعملوا إيه؟ كان يقفوا على أبعاد معينة بعض يعني كاهن للتاني، وياخدوا التيس اللي هيرموه، بيجوا يرموه من على راس جبل على هو ينزل ميت، فيقف يطلع الكاهن ومعاه التيس، اول ما يطلع يدي اشارة، بعدين للتاني للتالت للخامس لغاية ما يوصل لغاية الجبل. اول ما يترمي التيس من على الجبل عشان يموت يعمل علامة من على الجبل الكاهن، في الحال يشوفها اللي على بعد مثلا نقول ميل او اقل او غيره، يشوف العلامة يدي اشارة والتاني يدي اشارة والتالت والخامس والعاشر لغاية ما توصل الاشارة في ثواني او في دقيقة، الله اعلم يعني كلها بسرعة، توصل الاشارة الى الهيكل، فيعلن رئيس الكهنة ان التيس اترمى، فكل الشعب يصرخ بالتسبيح، ويتحول المجمع او اجتماع الشعب كله بالكهنة برئيس الكهنة كما لو كانوا في السماء، ان الله قبل الكفارة عن كل الكنيسة العهد القديم، وانه قبلت الذبيحة قبلها الله. مش ممكن واحد يتخيل فرح وتسبيح الشعب مع رئيس الكهنة مع الكهنة في هذه اللحظات في لحظة واحدة مع بعض. من هنا أحبائي نقدر نعرف هو ده المنظر حينما سلم المسيح الروح على الصليب وحينما انطلقت نفسه إلى الجحيم. أنا عايز أتكلم عنها في القعدة التانية لأنها دي بتعجبني، ولو إلى دقيقة أو دقيقتين، عشان تشوفوا فرحة الآباء وهم في الجحيم لما دخل السيد المسيح وانطلق بيهم إلى الفردوس. يا ربي نشكرك لأنك أنت حملتنا من الرمز إلى الحقيقة. يمكن صحيح لو شفنا طقس هذا اليوم العظيم هنقول قد ايه كان الفرح الشديد اللي يملأ الشعب، ولكن يا ربي صليبك فرح قلب الآب، فرح قلب السمائيين، فرح أولئك الذين كانوا في الجحيم، فرح الكنيسة عبر الأجيال، يفرحنا إلى الأبد. يا ربي مش قادرين نتخيل ازاي كان ممكن نعرفك ونتمتع بيك ونشتهي سمواتك وأمجادك وشركة معك بدون هذا الصليب المفرح. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليبك يا ربي يسوع المسيح، لك القوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. الآب والابن والروح القدس.